السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم سي أو سي راي بمقطع فورت بايت جديد. ووصلنا للجزء الخامس من قطع الفورت بايت، يعني كذا أكون نزلت أماكن 50 قطعة من الفورت بايت في القناة. الفورت بايت عبارة عن صورة مكونة من 100 قطعة، ولو جمعت 90 فراح تاخذ السكن المخفي. وبشكل عام لما تجمع قطع الفورت بايت فانت كذا راح تفتح الستايلات واغراض السكنات الباتل باس، فتاكد انك تاخذهم. بيكون في قطع عاديه تاخذهم بشكل طبيعي، وبيكون في قطع لازم تستخدم عندهم فاس محدد او رقصه او شنطه عشان تقدر تشيلهم، وراح اتكلم عن كل قطعه من هالنوع. حابب اشكركم على دعمكم، وبنفس الوقت اقول اني ما اشرح الا التحديات الاسبوعيه وتحديات الفورت بايت، وراح ابدا انوع بمحتوى القناه لاني اخيرا وبعد 3 اشهر خلصت كل شيء الحمد لله. سويت سيرفر ديسكورد وفيه 800 عضو تقريبا، وتلاقوني هناك دايما والرابط في الوصف. وخلصت ترتيبات التويتش، وصرت افتح ستريم كل يوم الساعة 8 صباحا بتوقيت السعودية. والحين الحمد لله تفرغت لليوتيوب، وراح اقدر انزل مقطع كل يومين ان شاء الله وبشكل مستمر وبمحتوى يعجبكم. ادري اني طولت واسف، لا تنسوا لايك على المقطع وكود المتجر السيو، ومشاهدة ممتعة. قطعة الفورت بايت رقم 58 بكل سهولة واختصار، روح جنب القطعة واستخدم رقصة البوق واللي تلاقيها في التير 46 في الباتل باس، وحتى ما في داعي تحطها عندك في الرقصات لان اللعبة تلقائيا تطلع لك الرقصة لما تقرب من الفورت بايت، فهالشي بيخليها اسهل. قطعة الفورت بايت رقم 59، عشان تاخذ القطعة هذه قرب منها واستخدم ايموجي او ستيكر البرجر الموجود في التير 53 في الباتل باس. ونفس ما قلت لكم لو انكم تقربوا من الفورت بايت فراح تلاقي ستيكر البرجر يطلع لوحده. قطعة الفورت بايت رقم 48، وهنا لازم تستخدم الفأس الموجود في التير 55، وهو فأس فوكس. شيل الفأس واضرب فيه القزم الموجود فوق الجبل وراح تطلع لك القطعة. قطعة الفورت بايت رقم 12، وهنا لازم تستخدم سبراي او رشاش نانا الخاص بالبنانا او سكن الموزة، وتلاقي السبراي هذا في الباتل باس في التير 57.
فتحت الفورت بايت رقم 3 وهنا لازم تستخدم ستيكر او ايموجي سكيلتون واللي تلاقيه في التير 58 في الباتل باس. الفورت بايت رقم 20 وهذه القطعة هي أول قطعة ما لها مكان ثابت في الخريطة، وعشان تلاقيها فلازم تنتظر لين ما تبين أول دائرة في الخريطة وتروح لنصف الدائرة بالضبط وبتلاقي القطعة. بتلاقيها في أول زون وبثاني زون وبثالث زون، يعني لو ما قدرت تلقاها في أول دائرة أو إنك شوي دوخت انتظر الدوائر الثانية ودور وراح تلاقي القطعة. قطعة الفورت بايت رقم 43 القطعة الأخيرة اليوم، ولازم تحطوا لايك على المقطع. وعشان تاخذ القطعة هذه لازم تستخدم شنطة أو عباءة الموزة الخاصة بسكن ستيف في التير 28 في الباتل باس.